حلقة النهاردة حلقة استثنائية، حلقة غير عادية، وحلقة مش هتتكرر غير من السنة للسنة. حلقة النهاردة بمناسبة مرور العام الأول ليا على منصة اليوتيوب. اليوم أتميت عامي الأول على منصة اليوتيوب. كل عام وأنا وإنتم بألف خير. لقد كان عاما مليئا بال ومشوف الفيديو ده كده مشاهد. هو عمال حق أشير الفيديو ده على الفيسبوك، اتخصم مني مشترك. كانت سنة صعبة جدا، كانت سنة صعبة بكل المقاييس. اليوتيوب مجال صعب جدا، ولكن هي البدايات كده، البدايات دايما كده في كل المجالات، مش بس في اليوتيوب، في كل مجال، وبالأخص لو انت بتشتغل شغل خاص بيك انت او فريلانس، في البداية بتواجه صعوبات كتيرة جدا في كل المجالات. في بداية حياتك تعاني في الجلوس ثم تجلس، تعاني في الوقوف ثم تقف وتسقط ثم تقف وتتعلم الوقوف، تعاني في المشي وتسقط ثم تقف وتمشي وتسقط، وهكذا. هذه هي الحياة. دايما الأشخاص اللي بيكونوا موجودين معاك في بدايتك بيكون لهم طابع خاص وبيكون لهم مكانة خاصة جدا في قلبك. بجد من كل قلبي ألف ألف شكر ليكو. كل كلمات الشكر مش هتقدر توصل الكلام اللي عايز أقوله لحضراتكم. منكم ناس أعرفهم معرفة شخصية وأكيد بيتفرجوا عليا دلوقتي لأنهم ما بيفوتوش أي حلقة. بجد شكرا ليكو من كل قلبي. خلال السنة دي اتعرفت على ناس كتير جدا في المجال، في مجال اليوتيوب. بجد كنتوا احلى اخوات وهتفضلوا في قلبي، سواء من داخل مصر او من خارج مصر، اخواتي في المغرب والجزائر. الف الف شكر ليكم على دعمكم ليا وعلى وقوفكم جنبي وعلى الملاحظات الجميله اللي كنتوا بتقولوها لي وعلى كل نصيحه قدمتوها ليا. احبكم في الله، ويا رب يا رب اشوفكم اكبر قنوات في اليوتيوب. شكرا لعيلتي و أصدقائي وحبايبي اللي كانوا دايما سبورت ليا، وكانوا دايما كل نزول للمنحنى. ما هي الحياة كده، ups and downs. مفيش حد السهم بتاعه طالع باستمرار، ولا حد بينزل بالدوام، الحال من المحال. فكان في ناس دايما واقفين جنبي، دايما بيشجعوني. بجد شكرا ليكم. قضينا سنة مع بعض كانت من أمتع السنين اللي عشتها. شكرا لأصحاب القنوات التعليمية وكل الناس اللي بيقدموا نصايح للمبتدئين، وعلى رأسهم طبعا الراجل ده أحمد أبو زيد. اللي مش متابع أحمد أبو زيد فايته كتير، بجد إنسان جميل جدا وربنا يا رب يكرمه. حد جميل جدا وحد بيقدم النصايح والمعلومات بشكل سهل جدا. أنصح كل اللي يشوف الفيديو ده إنه يدخل عند أحمد أبو زيد، قناته اسمها دروس أونلاين، هتتعلم منه كتير وهتستفيد منه كتير بجد. النهاردة جاي احتفل بمرور العام الاول لي على منصة اليوتيوب. اي نعم الارقام مش احسن حاجة، ولكن لما ببص للسنة او زي النهاردة السنة اللي فاتت ما كانش حد يعرفني، ولا كنت اعرف ناس كتير من اللي اتعرفت عليهم خلال السنة، ولا كنت اتعلمت حاجات كتير. يعني انا تقريبا ما كنتش اعرف التصوير بيبقى ازاي، كنتش اعرف حاجات كتير عن المونتاج، كنتش اعرف حاجات كتير عن خوارزميات اليوتيوب. اتعلمت كل ده في السنة دي. ده المهم، المهم انك تتعلم، ودي اكبر فايدة انا طلعت بيها من السنة دي، اني اتعلمت حاجات كتير جدا. وهو ده المكسب الحقيقي، انك تتعلم. لازم تطور نفسك، لازم تتعلم، وافضل تعليم هو اللي انت هتتعلمه بنفسك او اللي انت هتعلمه لنفسك. جاي احتفل النهاردة بمرور العام الاول ليا على اليوتيوب، وبإذن الله كل سنة في نفس الميعاد هيكون لنا لقاء، وإن شاء الله تكون أرقامنا أفضل من كده. محتاج دعمكم، محتاج افضال في ظهري. بعد فضل ربنا عليا، دعمكم ليا وتشجيعكم ليا هو اللي هيخلينا نكمل وهيخلينا نستمر. وإن شاء الله الفترة اللي جاية هتشهد تحسن كبير جدا وتطور كبير جدا في الأداء وفي الموضوعات وفي جودة الحلقات وجودة الفيديوهات. برحب بأي فكرة حضراتكم تقولوا لي عليها، برحب بأي ملحوظة، برحب بأي نصيحة. الأرقام أي نعم مش أفضل حاجة، ولكن we are moving guys. احنا خلاص اتحركنا، بدأنا ننطلق
زي دلوقتي من سنة ما كانش فيه ولا مشترك، ما كانش فيه ولا فيديو. بدأنا نتطور وبدأنا خطوة بخطوة مع بعض، وإن شاء الله مستمرين حتى النهاية. مجال اليوتيوب مجال شاق جدا وصعب جدا، بنبذل مجهود قبل التصوير ومجهود في التصوير ومجهود بعد رفع الفيديو. الناس اللي في المجال يعرفوا الكلام ده، ودي نصيحتي لأي حد مبتدئ أو أي حد عايز يخش المجال ده، ابدأ وتوكل على الله. المهم إنك تشتغل على نفسك وتطور من نفسك وتفضل في تطور مستمر. حاول تقدم شيء قيم، لأن جمهور اليوتيوب جمهور ذواق جدا ومن نوعية وكواليتي مختلف عن كل المنصات، بينتقي، جمهور انتقائي جدا. فنصيحتي لأي حد مبتدئ هيشوف الفيديو ده أو أي حد حابب يدخل المجال ده، حاول تقدم شيء قيم، لأن الهلس مفيش أسهل منه، وهتلاقي نفسك وصلت للتوب وعديت والدنيا معاك حلوة أوي وتمام التمام. ولكن أنا بشبه الموضوع ده بإنك إذا مثلا ألقيت حجر بشكل رأسي، هو هيرتفع وهيطلع لفوق، ولكن سرعان ما هيسقط وهينزل على الأرض. فأنا مش عايزك تكون زي الحجر اللي بيرتفع لفوق، أنا عايزك تكون زي السهم اللي بينطلق بشكل سريع جدا وبخط مستقيم لغاية ما تصيب هدفك بدقة. حاول تحدد لنفسك هدف، حاول تشتغل على نفسك، حاول إنك تقدم محتوى قيم، سواء نصيحة سواء معلومة سواء فكرة جديدة. ما تحصرش نفسك في بوتقة إنك عاوز فلوس وعاوز تكسب. لو داخل علشان أرباح وعشان تكسب، فأنت هتتعب جدا ومش هتكمل. حاول إنك يكون لك هدف إنك توصل معلومة للناس، إنك توصل محتوى قيم، وكل اللي أنت نفسك فيه ده هيجي بعدين بقى. كلمة أخيرة للمنتقدين، بحب أشكركم جدا جدا، ألف ألف شكر. كل النقد اللي انتوا انتقدتوه ليا وكل الأحجار اللي انتوا رميتوها عليا، أنا رتبتها ورصيتها وقفت عليها. ودي نصيحة تانية للمبتدئين ولأي حد عاوز يخش المجال ده أو أي مجال تاني، حاول تحول أي انتقادات تتوجه ليك لسلم تطلع عليه، أو تاخد الأحجار اللي الناس بتلقيها عليك دي وترصها فوق بعضها لغاية ما تكون هرم كبير جدا وتقف عليه، وتثبت لكل الناس دي انهم كانوا غلط وانت اللي كنت صح. وفي الختام وكما تعودنا، ما تنسوش دعموني بلايك الفيديو وسبسكرايب القناة وتابع على فيسبوك وتيك توك وانستجرام. واشوفكم على خير وسلام.